سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا ولي الأمر يمنع من ختان البنت، فهل يجب علي طاعة ذلك أم لي أن أقوم بهذا بالنسبة لابنتي؟ طاعة في المعروف ليست في المعصية، ومنع الختان هذا معصية لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان على ثياب الرجل نجاسة وصلى بدون علمه فهل يعيد الصلاة؟ لكن الختان اللي يفعله غالبهم ختان منكر، يسلخون الجلد كله حوالي الذكر، منابت الشعر كله يسلخونه، يقولون هذا للختان، ما يجوز، حرام. ختان قطع القلفة التي تغطي الحشفة تقطع، وما عداها لا يجوز الزيادة على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على ثياب الرجل نجاسة، هذا بالنسبة للرجل قطع القلفة التي على الحشرة، بالنسبة للبنت قطع جلدة صغيرة من أجل أن تخف شهوتها، لأنها لو تركت تشتد شهوتها ويخشى عليها. نعم.